أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله السميع العليم. خيرا وآتوهم من مال الله الذي
ما أمنوا ويزيدهم بفضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فأوفاه حسابه والله سريع الحساب. حرم الظلمات في بحر المجيء يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ليتلي لها قد لم يجعل الله له نور فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزيل سحابا ثم يغلف بينه ثم يجعله ركاما فتر فيخرج من خلاله وينزل من السماء بجلال فيها ببرك فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار من في ذلك لا يتزلل الابصار. والله خلق كل دابة بماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. لقد جاء ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ويقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جل إيمانهم أين وزعهم طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم لمن خفيهم أنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قد كفر بعد ذلك مولاه إذا هم فاسقون. أطيعوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض قد مأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليس بكم الذين ملكت إيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم
فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه ويسألن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الماء حرج ولا على الحرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا ببيوتكم وبيوت ابائكم وبيوت امهاتكم وبيوت اخوانكم وبيوت اخواتكم وبيوت اعمالكم فإذا دخلتم البيوت فسلموا على أنفسكم تحية لله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع ذهبوا حتى يستأذنون. إن الذين الذين يؤمنون بالله ورسوله فإن استأذنوك لبعض شيء فأذن مشيت منهم فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون بكم وابا فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلم وزور وقالوا أساطير الأولين كتلها فهي تملى عليه كرة وأصيلا. قل سلام الذي ألم سر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يلقى إليه كسل تكون له جنة يأكل بها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسرورا مضطرب طلبون كأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأتم ذلك من كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا أولها مكان ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا يوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل ذلك خير من جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. له فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم نحشرهم ولا يعبدون من دون الله فيقول أنتم أخذتم عبادي هؤلاء يهم السبيل. قالوا سبحانك ما
وآبا أربت نسبك وكانوا قمرورا قد لبون بما تقولون فما يستطيعوا نصر ولا نصر وما يضم كلك وأداك كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون